بسم الله الرحمن الرحيم. من أكثر الشبه التي يرددها من يهاجم فلسطين سواء من العرب والمسلمين أو من غيرهم أن الفلسطينيين عبر التاريخ هم السبب في هذه الأزمة، هم السبب في استيطان اليهود، فقد باع الفلسطينيون أراضيهم لليهود. هل ثبت فعلا عبر التاريخ وحتى في يومنا هذا أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود؟ أولا، لا شك أن هناك وجودا قديما لليهود في القدس، لكنه وجود محدود، وفي حدود سنة 1890 لما جاء رشاد باشا وصار متصرفا للقدس أبدى محاباة لليهود وفي جواز استملاكهم للأراضي، فأبدى الفلسطينيون علماء ووجهاء وعامة استياءهم لهذا الأمر، وصدرت الفتاوى التي تحرم ذلك، وبدأ التحرك حتى عند الصدر الأعظم رئيس الوزراء العثماني في منع هذا الاستيطان والاستملاك. ثانيا، أصدر السلطان عبد الحميد الثاني فرمانا، يعني مرسوما سلطانيا، بمنع استملاك اليهود في القدس، بل إنه حدد الزيارة السياحية أو الدينية للقدس بالنسبة لليهود بثلاثين يوما، ويجب إخراج اليهود الذين جاءوا. وفي هذا الوقت كانت هناك موجة عارمة من الرفض الإسلامي للاستيطان اليهودي، ولذلك لم يكن لهم أثر كبير في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. في ذلك الوقت لم تكن كل الأراضي الموجودة في القدس ملكا للمسلمين، فهناك أراضي يملكها المسلمون، وهناك أراضي يملكها بعض نصارى العرب، وهناك أراضي يملكها بعض الأجانب، فالأراضي الموجودة هي أراضي ملك الشعب أحيانا والمواطنين والعامة، وهناك ما يسمى بالأراضي الأميرية التي تديرها وتملكها الحكومة. لما جاء حزب الاتحاد والترقي وتولى أمر إدارة الدولة العثمانية كان هناك فساد إداري بطبيعة الحال، ولذلك تم التجاوز وغض الطرف عن استملاك اليهود عن طريق دفع الرشاوي، فاليهود كانوا يدفعون مبالغ طائلة للحكومة العثمانية المتمثلة بحزب الاتحاد والترقي بعد السلطان عبد الحميد في استملاك الأراضي، وكان لهم ذلك. من الأراضي التي استملكها اليهود أراضي بعض النصارى العرب الذين لم يجدوا لهم فرصة في العودة إلى القدس أو في سكنائها أو في غير ذلك، بل إن بعضهم واجه إغراء ماليا كبيرا فوجدها فرصة لأن يبيع الأراضي التي يملكها وهو أصلا ليس من أهل القدس، كما أن بعض الأجانب كانوا قد استملكوا أراضي في القدس ولم يجدوا لهم فرصة لزيارة القدس وهناك إغراء مالي فباعوا الأراضي أيضا. في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين من سنة 1917 إلى سنة 1948 كانت هناك أراضي تملكها حكومة الاحتلال البريطاني مما يسمى بالأراضي الأميرية، فقد منحت الحكومة البريطانية منحا أميرية عبارة عن أراضي لليهود، مما شكل تضخما هائلا في استملاك اليهود للأراضي في فلسطين عن طريق المنح الأميرية. لا يعني هذا أنه لا يوجد بعض الفلسطينيين الذين خضعوا لهذه الإغراءات المالية، فهناك فلسطينيون من أهل القدس باعوا أراضيهم تجاه هذه الإغراءات المالية وهاجروا إلى أوروبا وغيرها من الدول العربية وحتى أقاموا في فلسطين، فالفلسطينيون في ذلك الوقت ليسوا ملائكة، هم مخطئون، ولذلك صدرت الفتاوى في ذلك الوقت بحرمة بيع الأراضي. إلا أن نسبة الفلسطينيين الذين باعوا أراضيهم تجاه هذه الإغراءات المالية لا يشكل سوى 1% من الأراضي التي بيعت وتملكها اليهود، تملكوها عن طريق بعض ضعاف النفوس في الدولة العثمانية أو عن طريق المنح الأميرية في بريطانيا أو عن طريق من كان يمتلك هذه الأراضي من نصارى العرب ومن الأجانب ومن غيرهم، أما الفلسطينيون فكانت نسبتهم 1% فقط. لذلك نجد كثيرا من الفلسطينيين اليوم بغض النظر عن الجانب الشرعي يرون أن بيع الأرض هو بيع للوطن، فلا يحق له شرعا وعرفا أن يبيع داره أو أرضه لليهود، يراها مسألة مبدأ لا يمكن أن يتنازل عن شبر من وطنه أو عن شبر من أرضه، المسألة مسألة دين، فشبهة بيع الفلسطينيين للأراضي شبهة فاسدة.